معانا اللايف كوتش على التليفون الأستاذة داليا كمال. ألو. ايوه أستاذة داليا، أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك، ازيك؟ الحمد لله يا أستاذة داليا. شفتي، أنا كنت بتكلم دلوقتي عن إزاي الراجل ممكن نعرف إذا كان بيحبنا ولا لا، وإيه هي الحاجات اللي بيحبها في الست اللي هتبقى زوجته في المستقبل. عايزة أعرف منك في الأول خالص كده، إيه هي أهم الاختلافات بين الراجل والست في الحب؟ الاختلافات بين الراجل والست طبعا يعني اختلافات كبيرة جدا، وده بالفطرة، حتى ذكر في القرآن وليس الذكر كالأنثى، مختلفين تماما سيكولوجيا ونفسيا وعاطفيا وجسمانيا كل حاجة. الاختلافات الكبيرة اللي ما بينهم دي مخلينا ان احنا لازم نفهم اللي قدامنا، وغالبا اللي بتبقى اشطر في العلاقه الست انها ازاي تتفهم، ازاي توصل له احتياجاتها، ازاي تعرف تمشي العلاقه بالطريقه اللي بتحبها. ليه الراجل عايز دايما نمشي معاه بمبدا المراوغه، يعني ما اروحش على طول بالطلب اللي انا عايزاه كده مره واحده دايركت؟ يعني هو على فكره هي البني ادمين عموما، بس هو الراجل في عنده اوقات او في عنده شفره كده في دماغه معينه، انك لما تطلبي منه طلب، طريقه الطلب او طريقه العتاب هي اللي مهمه، او طريقه الخصام هي اللي مهمه. عموما لازم التعامل مع الراجل تكون الطريقه مغلفه. هي المهمه بالظبط. دي نقطه. تاني نقطه من الحاجات اللي كنت بتتكلمي عليها وعجبتني جدا، ان الراجل ما يحبش الحاجات معينه في ست او بيبدا ان ما بيحبهاش. اهم حاجه وهي صادمه وانا احب اقولها للجمهور، ان مثلا الراجل ما يحبش الست اللي متعلقه بيه، اللي هو انت كل الحياه وانت ما عنديش غيرك وانت كل الدنيا، ما يحبهاش، يبعد عنها على طول، بتبقى بالنسبه له دي منافسه. الحاجات اللي بتطرد الراجل طبعا. ودي حاجه مهمه جدا لازم احنا كستات نبقى عارفينها. احنا فاكرين ان احنا لو بنحطه في حياتنا نمبر 1 وما عنديش حياه غيره، دي حاجه بتخليه هو خلاص تمام. بالعكس، بتاخدي الصدمه بعدها على طول. يعني هي اول صدمه بتيجي بعد على طول لما يحس ان هو ملكني، وان انا أيوة. ما فيش حد في حياتي ولا شايفه حد في حياتي غيره. ومش بس كده، اني ما عنديش غير، ما عنديش هوايات، ما عنديش صحاب، ما عنديش شغلي، ما عنديش حياه غيره. أيوة. دي حاجه اصلا بتخوفه وبتضايقه، التعلق بالمريض يضايقه. مكالمات طول الوقت على طول بتجري. دي عارفينها، مكالمات طول الوقت والزن، ده اكتر حاجه بيكرهها الراجل. طبعا دي من النقط المهمه جدا، وان هو يبقى محور حياتك. انت تفهميه ده طبعا بمحاوله ان انتوا تبقوا في علاقه لطيفه اقرب للصحوبيه، زي الصحاب كده. اي صديقه في حياتك انت بتحبي ان انت تعملي لها اللي هي بتحبه، ان انت بتحبي ترضيها، بتحبي في عيد ميلادها تعملي لها مفاجاه. العلاقه الراجل والست اما بتبقى واخده شكل الصداقه بتستمر وبتدوم. عندك حق. طب هما ليه بيسمونا الحكومه؟ بيسمونا الحكومه لان احنا طبعا بنقعد نقول لهم رايح فين، بنحقق كتير. طبعا لاننا بننتقد بشكل مش طبيعي، لاننا بنعاتب كتير، لاننا بنعمل غلطات مريعه. انما احنا لو ادينا له مساحته وادينا له المي تايم بتاعه، ان هو من حقه لما يخرج من الشغل يبقى عنده الوقت اللي بيهنكه فيه ده، اللي بيبقى عايز يقعد على الموبايل على الكاندي كراش، او يبقى عايز مثلا انه يقعد على القهوه شويه، يرفه كده عن نفسه شويه يعني. لو ادينا لهم فعلا المي تايم بتاعه اللي هو مثلا هياخده بعد ما بيخلص شغله، عنده الحريه انه يقدر يخرج مع اصحابه مره مرتين في الاسبوع، خلاص العلاقه لطيفه. ما انت كمان لازم يبقى عندك المي تايم بتاعك. ايوه بس يا استاذه داليا، يعني هي الست ست في كل العالم وفي كل دول الدنيا، ليه برضو بيسمونا احنا الحكومه ودايما الصفه دي ملتصقه بالمراه العربيه؟ عشان احنا بعد ما احنا فاكرين ان انت الزوجه المثاليه اللي ما عندكيش حياه غير بيتك وولادك، هي احنا فاكرين كده وارسمها كده. انت اهم حاجه في الاكل ان انا اكله هو والولاد ياكلوا وانا اخر واحد. صح. ان انا اعمل له هو كل حاجه، لبسه وغسيله وحاجاته، وبقى معتنيه بيه وبتفاصيله، وانا مش مهمه انا دلوقتي. أيوة. ما افكرش مثلا في الحاجات اللي انا المفروض افكر فيها لنفسي. في الاخر احنا بعد شويه بتلاقي نفسك ان انت استنزفتي طاقيا جدا في العلاقه دي، واللي قدامك شايف اللي هو طب ما انت عادي يعني، بقى بالنسبه له حق مكتسب. ما بقى يعني ما تطلبيش بقى بعد كده تكوني رقم واحد يعني، او حتى تكوني متساويه مع افراد العائله. انت حطيتي نفسك رقم ثلاثه او اربعه، لانك من الاول ما كنتيش العلاقه 50-50 يعني. انا بديلك اهتمام بس انا طبعا بهتم بنفسي، انا بديلك وقتي بس في وقت بتاعي، في مشاركه. الحياه الزوجيه كده، احنا اتربينا وامهاتنا كانوا وجداتنا
خلاص اتجوزتي الحياه كلها جوزك وولادك مش انتي. طبعا احنا ده بنحاول نعلمها. يعني احنا المفروض الموروثات الاجتماعيه دي بقى يعني خلاص ننفصل عنها ونشيلها كده بره دماغنا ونبدا نتبع اسس جديده. ما هي اثبتت ضررها ان في الاخر الست لما بتفوق ان هي مش محطوطه مثلا اولويه، لانها ما علمتش البيت انها اولويه. أيوة. ما علمتش ولادها انها اولويه. ما عرفتهمش ان ماما عندها وقت هترتاح فيه، ما حدش دلوقتي يعني يطلب منها مثلا حاجه، او ان اللي عايز حاجه يقدر يعملها بنفسه. لما يكون عندنا الولاد عندهم 20 و25 سنه لسه قاعدين في بيوت امهاتهم، ولا هي اللي بتقوم تحضر له الاكل وتحضر له طبقه وتغسل له غسيله. بيحصل طبعا. صح. فانا كده انا خليت الام دي ما عرفتهاش ان انت نمبر 1، وان انت في البيت اهم حاجه، وان انت ملكه البيت ده، وان انت في العلاقه دي انت محتاجه حاجات برضو، مش بتدي بس، انت لازم تيجي وتاخدي. ايوه دايما بتكون هي المضحيه. بس انا بقى هنا عايزه اتكلم اكتر، وهي دي الفكره النهارده من الموضوع، فكره انه ازاي او ايه الاختلاف بقى في الحب. يعني هو يحبني ازاي؟ ايه طريقته معايا في الحب؟ او اعرف منين انه اللي قدامي ده لو انا بكنله اي مشاعر، اعرف منين هو كمان واقع في غرامي وبيحبني؟ حاجات كتيره جدا. الراجل مبدئيا بتاع افعال مش كلام، يعني مش هتلاقيه بيقول لك الكلام الحب اللي انت متوقعه تسمعيه بعد الجواز، لا خالص. بس هتلاقيه لو طلبتي حاجه ممكن يجيبها لك، يفتكرها ما ينساهاش. لقيتي حصل ظرف عائلي ما، هو موجود في اول واحد. لقيت هتلاقي افعاله ظاهره اكتر من الاول. يعني هنا الحب افعال مش كلام حلو عند بس؟ عند الراجل افعال. لو انا بقى شخصيه اصلا لغه الحب بتاعتي إيه؟ كلام. هعمل ايه؟ لازم نتكلم، صحيتها لازم نتكلم. انا طريقتك مقدراها ومحترماها وفاهماها، بس انا بحب كذا، انا بحب تتعامل معايا بالطريقه الفلانيه، علشان قدام هيقول لها انا مش، انا ما بعرفش احبك بالكلام، وده حقيقي، هم ما بيعرفوش يقولوا. ده مش تمثيل، ده الرجاله كلها يعني مش عايزه اقول 70-80% بالنسبه اكتر من كده، هو ما بيعرفش يقول. بس لو بيحبك هو هيعمل ده. نعذرهم يعني في حته ان هو يعبر عن مشاعره طول الوقت وتكون مشاعره فياضه كده. لغه الحب احنا لازم نفهم كل واحد فينا لغه الحب بتاعته ايه، ويوضحها للتاني من قبل الجواز، او حتى لو خلاص احنا بقينا في الجواز بقالنا سنين. لازم اقول له انا بحب ده، طريقه الحب. حلو قوي قوي. انت جيتي عند نقطه مهمه قوي يا استاذه داليا، فكره استمراريه الحب لمده او لفتره طويله بنفس شغف البدايات. ده لما يكونوا الاثنين قرروا يشتغلوا على العلاقه دي. يعني ما ينفعش طرف واحد؟ ممكن طرف واحد يبدا وبالتالي الثاني بيتغير معاه على فكره. يعني انا لما بيجي لي كابلز، اذا كان هما مع بعض او بتجي لي الزوجه لوحدها وببدا اشتغل معاها لوحدها، اما بتتغير هو بيتغير. لازم نبقى فاهمين الموضوع ده، ان لما بيكون في نيه ان احنا عايزين نستمر، احنا لازم نشتغل على العلاقه. انما لما الاستمرار بدون روح في العلاقه هو حقيقي بدون رغبه ميته. طبعا يعني ما ينفعش اللي قدامي يبقى ما عندوش الرغبه وانا احاول كده، كاني بحفر في الميه لوحدي. لوحدي اكيد لا. بشكرك جدا استاذه داليا اللايف كوتش.